wausan ayat-ayat Al-Quran ingkang badhe kaasta dening panjenenganipun Bapak Ahmad Sufyan dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن والله يحب المحسنين
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.